دقيقة واحدة نشكر يسوع على إنه جابنا النهاردة. بس الدقيقة دي مهمة جدا، أنت ممكن تكون ما جربتش تعملها، بس المرة دي تعالوا نعملها بشكل مختلف. بس أنت بدأت وأخدت الأجازة زي ما كانت بتقول ميس سيفو، أنت عايش لحد النهاردة، بابا ماما كان معاهم اشتراك يدفعوا لك وتشترك في المدرسة ديت، أنت صبحت النهاردة وصبح عليك صبح، فطرت، عندك أكل، عندك لبس كويس جيت بيه المدرسة، عارف مين اللي ورا كل حاجة جميلة أنت بتشوفها، كل حاجة جميلة مين؟ طب إيه رأيكم تيجي نقول يسوع شكرا؟ تعالوا كلنا نغمض عينينا ونقول يسوع شكرا. ابدأ دلوقتي اعمل حاجة ممكن ما تكونش عملتها قبل كده، ابدأ اتكلم مع يسوع. عايز تسجد اسجد، عايز ترفع ايديك ارفع ايديك، قول له أنت السبب في كل حاجة جميلة، أنت السبب في الأجازة، أنت السبب في اللبس اللي عندي، أنت حفظتني من إبليس الشرير، أنت حفظتني من حاجات وحشة كانت هتحصل لي. يسوع أنا فعلا بحبك، أشكرك إن أنا حتة منك، أنا غالي قوي. ده وقت ما تفتحش عينيك، غمض عينيك وركز بس مع يسوع كأنك لوحدك. تخيل معايا التخيل ده، كأنك قاعد على السرير لوحدك في أوضتك ويسوع خبط عليك وجي قاعد معاك على السرير بيتكلم معاك. تعرفين ان احنا قريب جدا جدا هنشوف يسوع؟ واو، بعنينا دي هنشوفه. انت ينفع تتخيل ده من دلوقتي؟ فما تفكرش في اي حاجة، فكر بس في الجمل اللي بتتقالك دي، غمض عينيك عشان تركز وتخيل كده يسوع ده لو قعد معايا انا هقول له ايه. انا هقول له شكرا، شكرا عشان انا النهارده عايش بسببك، انا بحبك يا يسوع. لو انت بتصلي بالسنه صلي بالسنه، وانت بترنمها وانت بتطلع له نغمه طلع له لحن، لو انت بتصلي بالعربي صلي بالعربي، المهم ما توقفش ساكت. وعايز تسجد اسجد، عايز تركع اركع، خد راحتك بس ما تتشتتش. انت حلو قوي يا يسوع، حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي يا يسوع، حلو قوي، حلو قوي، كلنا نقولها، كل حد موجود في القاعة يقولها، لو عايز تزعقها زعقها، يسوع حلو، أيوة يسوع حلو قوي قوي، يسوع حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، ده يسوع حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. مش ممكن يبعد عنه، واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه، اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه، ده يسوع.
يسوع حلو قوي. فكر في الكلمات اللي كانت بتتقال، دور عليا، تعب علشان يلقاني. يسوع اخذ مكاني، انا كان مكاني صعب، كانت حالتي وحشه، كنت طول الوقت متضايق وحزين وبعيط. يسوع اخذ كل حاجه وحشه عشان يديني الحاله الحلوه بتاعته. عشان كده وانت فرحان دلوقتي، يسوع هو اللي ورا الفرح ده. قول له شكرا، تعال كلنا نقولها له بصوت واحد، شكرا يا يسوع، انا بشكرك من كل قلبي، شكرا لانك انت جميل جدا، شكرا لانك حلو قوي. احنا النهارده كلنا جايين عشان نسمع كلمتك، احنا بنركز وبننتبه لكل حاجه انت عايز تقولها لنا. شكرا يا يسوع. امين امين امين. هاليلويا. كم واحد متحمس؟ كم واحد مستعد؟ اقعدوا خلاص. تعرفوا انتوا شكلكم جميل قوي 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 كده، انتوا شكلكم جميل قوي، انتوا مفرحين قوي. يسوع لما يجي يبص كده على الاجتماع بيبقى مبسوط بديفيد ويوسف وديفيد وجوشوا وجوزيف، بيبقى مبسوط بكل واحد. فانتوا شكلكم حلو قوي قوي. انتوا عارفين المدرسه بتاعتنا عنوانها ايه او اسم المدرسه بتاعتنا؟ برافو. هنعمل ايه في تحدي الابطال؟ هنعمل ايه؟ تحديات للابطال. تمام، حلو قوي، حاجات استفاد منها. طيب كم واحد فعلا جاهز فعلا وعايز يستفاد النهارده وجاي هو هيركز بس في الوعظه، هيركز بس في الكلمه مش هيركز في حاجه تانية؟ كم واحد؟ في ناس مش رافعه ايديها، الناس دي كده مش هتركز معايا؟ في حد هنا مش رافع ايديه؟ ما اللي رافع ايديه تمام. في حد ورا مش رافع ايديه؟ خلي بالكم الكاميرات جايباكوا، ف خلاص نزلوا ايديكم، نزلوا ايديكم. هسالكم سؤال كان في المسرحيه، انت عايش ليه؟ هسمع اجابات من كل واحد هيرفع ايديه، بس فكر تاني كويس، انت عايش ليه؟ تفتكر انت جيت بالاسم ده مثلا، انا اسمي امير، جيت بالاسم ده بالشكل ده بالشخصيه دي في الوقت ده في الزمن ده، مش ممكن انا كنت اجي مثلا من 20 سنه ورا او من 30 سنه صح؟ او من 50 سنه ما كنتوش تعرفوني. فانت ليه جيت في الوقت ده وبالاسم ده وبالشخصيه دي؟ ليه تفتكر انت عايش ليه؟ جيت عشان ايه؟ علشان يسوع. يعني ايه علشان يسوع؟ انا عايش بيه. تمام، حلو قوي، ماشي اقعدي. عايش علشان انا اخدم يسوع. ايفلي او ايميلي؟ طب انتوا الاثنين ماشي. عشان اعمل يسوع طلبه مني. تمام، عشان اعرف الناس عن يسوع. ايه الحلاوه دي؟ ناخد حد من الصف ده وهرجع لكم. اندريا، تمام، فادي علي صوتك، جاي عشان يسوع. جيسيكا، عشان انا بحب يسوع. لورا، جاي عشان اتعلم الكلمه. تمام، ماسيو، برافو. ممكن كلنا نسقف لماسيو؟ برافو يا ماسيو. كل الاجابات اللي قلتوها خلاص هنزل ايدينا وهسالكم تاني وهخلي كله يجاوب. كل الاجابات اللي قلتوها صح، صح جدا جدا جدا. انا جاي عشان يسوع، علشان بحب يسوع، علشان اخدم يسوع. بس ليه؟ انا سالت سؤال شويه كبير، ما قلتش بس انا عايش عشان ايه، قلت ليه جيت في الوقت ده؟ اشمعنى الوقت ده؟ ما انا كنت ممكن جيت من 20 سنه او من 50 سنه. خلاص انا هجاوب، نزلوا ايديكم. كنت ممكن جيت من 60 سنه 70 سنه ورا. فعلشان في هدف، وده اول يوم في المدرسه الصيفيه هنتكلم عنه، حاجه اسمها الهدف. شفتوا اللي كانوا بيمثلوا روبرتو وتوماس ولونا؟ شفتوا كانوا بيقولوا احنا مش عارفين عايشين عشان ايه؟
فيدخلوا في الأجازة يزهقوا، يدخلوا في الدراسة يزهقوا، علشان مش عارفين الهدف اللي هم عايشين علشانه. فافتكر أنت جيت في الوقت ده، عندك 7 سنين 8 سنين 10 سنين، جيت في مصر في حلوان في شبرا، جيت في المنطقة دي علشان هدف معين. فأنت جيت عشان هدف، احنا ما جيناش كده وخلاص، تمام؟ عشان كده هنتكلم النهاردة عن الهدف. عارفين هوريكم صورة لواحد كان زيكم كده، ممكن أصغر، كان 10 سنين، بطل من الأبطال هنتكلم عنه النهاردة. حد يعرف مين ده؟ إيه ده، عرفتوه إزاي؟ برافو برافو. إيه ده، انتوا شاطرين قوي. إحنا خلاص خلصنا الوعظة، يعني ننزل ونمشي. بليه، حد عارف قصة بليه؟ اقعدوا، انا يعني وانتوا قاعدين ارفعوا ايديكم وانا هبقى شايف. قول يا جشوى. هقول لكم انا قصه بليه. عارفين بليه كان بيحب يلعب كوره، بس كان صغير، كان ممكن اصغر منكم كده. في مره كان بابا شغال في نادي اسمه البرازيل. البرازيل ده كان فريق كره قدم كبير قوي، مشهور قوي في امريكا. فكان بيلعب في بطوله اسمها بطوله كاس العالم، يعني اعلى حاجه في الكوره في العالم. بابا كان شغال في النادي ده، بينظف النادي ده، نادي الكوره ده. في 1950، احفظوا التاريخ ده كويس، 1950 البرازيل وهي بتلعب في آخر ماتش، علشان كده تبقى 1950، البرازيل كانت بتلعب في آخر ماتش فخسرت، وجي فيها جون، هتشوفوا صورة الجون ده، الجون اللي جه في البرازيل، فالبرازيل خسرت. مين كان في النادي ده؟ مش بليه، بليه كان صغنن، كان أصغر منكم، كان باباه. فباباه رجع يحيط يحيط يحيط، كان بيحيط، بليه كان صغير أصغر منكم كده. فراح بيقول لبابا، بابا انت بتعيط ليه؟ انا اول مره اشوفك بتعيط كده. تخيلوا لو انت شفت بابا الكبير ده بيعيط، هتعمل ايه؟ هتبقى عايز تعمل اي حاجه علشان تساعد بابا، صح؟ ممكن وانت صغير تقول لبابا، بابا انا هطلع اشتغل مكانك، طب سيبني اروح الشغل، مع انك انت ولا هتعرف تركب مواصلات ولا هتعرف تشيل الحاجات التقيله دي، بس هتبقى عايز، لان في هدف عندك انك عايز تساعد بابا، هتبقى عايز تعمل اي حاجه. هو ده اللي عمله بليه. في الوقت ده بليه راح بابا قال له احنا خسرنا في كاس العالم، وكاس العالم ده بيجي كل سنين كتيره، 4 سنين وقتها كانت 8 تقريبا، فبيجي كل سنين كتيره، فاحنا بص بقى بعد 4 سنين هندخل تاني ننافس في الوقت ده. فقال لبابا جمله بليه مشهور بيها، قال له كده، بابا انا هكبر وهجيب لك كاس العالم علشانك انت. هو لسه حته عيل صغير، ولا كان يعني بيعرف يلعب ولا كان اي حاجه. في صورة ليه وهو صغير، كان صغير، هتشوفوا شكله، بص صغير، شايفين صغير قوي، ده يلعب كرة، ده يجيب كاس العالم بالظبط؟ لا، ده ما يعرفش من حاجة. بس تعرفوا ان فعلا بليه جه في وقت وكسب كاس العالم. في صورة بس تقريبا ما كانش واخد الكاس وقتها، يعني ممكن هبعتها لكم على الجروب، فركزوا في اللي انا عايز اقوله. فبليه ايه اللي خلاه وصل انه هو صغير كده فعلا؟ في صور تانية هو بيتمرن، ممكن نجيبها، كان بيتمرن بقى، قاعد يتمرن، بدا هو صغير، شايفين ده كان كبر شويه، بدا بيتمرن بيتمرن بيتمرن، تمام كده، فضل يتمرن علشان يكسب كاس العالم، علشان خاطر كان عنده هدف. ايه هو الهدف؟ برافو عليك، انا عايز افرح بابا. فبليه دخل في تحدي كبير، ما كانش تعرفوا، كان فؤاد وهو بيتمرن كان كبر شويه تقريبا في اعدادي، راح يلعب في مكان، فكان لازم معاه جزمه كوره، فكان معاه جزمه بسيطه شويه كده،
فراح قدم عشان يدخل في النادي عشان يفضل يوصل للنادي البرازيل ده. فالجزمه بتاعته ما كانش ينفع يلعب بيها, فراح سرق اللي عمله بليه مش صح, بس بقول لك بص كان بيتحرك ازاي. راح سرق حاجات من الارض الزراعيه وباعها عشان يجيب جزمه يلعب بيها كوره, والجزمه اتسرقت منه. فقال للقائد قال له طب خليني العب حافيان, انا عايز العب, انا عايز العب كوره. وكان بيعيط قال له انا عايز العب كوره, انا عايز اجيب كاس العالم لبابا, مش فارق العب بايه. فبليه عمل حاجات كتيرة قوي قوي ممكن تبان صعبة, تدريبات وتحديات, علشان خاطر كان عنده هدف. عشان كده احنا النهاردة في المدرسة الصيفية عشان عندنا هدف, احنا ما لقيناش الاجازة كده وقت فاضي فيلا تعالى نضيعها بقى نعمل مدرسة صيفية. احنا هنا جينا عشان هدف, وانت عايش حياتك علشان هدف. تفتكروا ايه هدف؟ يعني ايه كلمة هدف؟ لما بقول هدف ايه هو الهدف ده؟ يعني كورة كده بتدخل في الشبكة جون, ايه هدف ده؟ يعني ايه هدف؟ رامز طموح, حلو قوي طموح, برافو, حاجه انا بس عليها, جلوريا. حلو قوي. طب هسالكم سؤال بقى, احنا مش هناخد كلام وبس, احنا عايزين ناخد كلام فعلا حقيقي, فنركز في كل كلمه ونفصلها. يعني انا فعلا مستعد اعمل اي حاجه عشان خاطر الهدف ده؟ متاكدين؟ طب عندكم امثله ناس عملوا كده؟ عندكم امثله مثلا شفتوا حد عمل كده من اجل الهدف بتاعه؟ عامه لو ما لقيناش في الكتاب المقدس ماشي ممكن نطلع بره, هو هنلاقي في كتاب مقدس اكيد. عمل ايه داود؟ مع جليات, تمام. 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 في امثلة تاني؟ في كده اسم ده الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة. فكروا كده, واحد كان عايش في وقت من الأوقات اتحط في المية, كانش بيعرف يعوم. لا ده مش فيلم الفراشة يا ماسي. اللي ماسي بيقوله صح, في فيلم اسمه سيرك الفراشة, حد اتحط في المية كانش بيعرف يعوم وطلع من المية, صح. لا ده حد في الكتاب المقدس اتحط في المية كانش بيعرف يعوم وراح دخل ميلا البطرس. ميلا البطرس ميلا يقف بسرعه. ميلا البطرس اجابه غلط. فكروا بطرس حط في ميه, بطرس حط في ميه. ميلا اليونان, ميلا اليونان, ميلا اليونان. قلت يونان. طب خلاص اقعد انت ساكت, اجابه غلط. طب هوضحها اكتر, انتوا قلتوها بس هوضحها اكتر. دخل جوه قصر موسى. موسى برافو عليكم, في ناس قالتها صح انا عارف. دخل جوه قصر, انتوا عارفين ان موسى هنتكلم عنه ضحى بحاجه كبيره قوي زي كانت بتقول جلوريا, حاجه كبيره قوي 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 علشان خاطر قال انا عايز امشي مع اللي ربنا عايزه. ربنا عايز ايه فانا همشي معاه. ممكن اعرض نفسه للتحديات, اعرض نفسه لصعوبات, فقط حاجات الناس بتقوله انت بتعمل زي ما دلوقتي اكيد في ناس بتسالك تقول لك يا عم انت رايح مدرسه هتعمل ايه يا عم, فكك يا عم دي اجازه, انت هتروح تقعد اليوم كله. بس انتوا كلكم عشان جمال قوي وقلوبكم رائعه, انا عارف ومتاكد كل واحد منكم قال لا انا بحب يسوع فانا رايح عشان اقعد مع يسوع. بس لما نيجي نبص لطفل تاني بره تلاقيه بيقول لا انا اروح اضيع يوم كامل ما اقعد في البيت ولا اقعد على الموبايل. فموسى ضحى بحاجه زي كده الناس بره ما كانتش بتضحي بيها علشان خاطر عايز يوصل للهدف. نرجع للعنوان بتاعنا الاساسي او السؤال اللي بنساله, يعني ايه هدف؟ انت قلت طموح, حاجه انا بس عليها, حاجه مستعد اضحي باي حاجه عشان اعملها, الحاجه اللي انا نفسي فيها. تمام, ركزوا عشان انتوا عايزين تكتبوا ده عشان هنروح هنراجع الحاجات ديت. الهدف, هدف معناه كل اللي انتوا قلتوه صح, حاجه حلم او حاجه انا بقعد اتدرب علشان اعملها. فلو مفيش هدف مش هيبقى فيه تدريبات. علشان كده بليه اللي شجعه ان يبقى لاعب كره مشهور
عشان كان طفل، ممكن كان طفل صغير فده ما ينفعش اساسا. انتوا قلتوا ما ينفعش يلعب كوره، بس لان كان في هدف فكان جواه حماس وكان جواه نار كده ان انا هوصل وفي يوم من الايام هلعب كوره وهجيب كاس العالم. فلو ما فيش هدف، لو انت مش حاطط هدف قدامك، عشان كده لو انت ما عرفتش انت عايش ليه دلوقتي وانت في السن ده، لو ما عرفتش عارف هتعيش حياتك كده حياه فاضيه، هتتعب، هتلاقي نفسك زي الناس اللي بره. مع ان احنا كنا بنقول في اول ترنيمه بنقولها احنا مختلفين عن الناس اللي بره، صح؟ المفروض نعيش عيشه مختلفه. بس لو انت ما كانش في هدف جواك هتلاقي نفسك بتعيش حياه فاضيه، حياه تعبانه، هتلاقي نفسك طول الوقت جعان، جعان انا عايز العب جيمز كتير، عايز اخرج كتير، متضايق، في ملل. لكن لو في هدف، لو فعلا في هدف جواك هتلاقي مفيش حاجه بتوقفك. وهكذا اي حاجه انت عايز تعملها في حياتك، يوم انت تحط فيه هدف، مثلا انا عايز ابقى دكتور، او انا عايز اطلع السنه دي الاول على المدرسه بتاعتي، لو انت حطيت الهدف ده هتلاقي نفسك بتحب المذاكره. لو انت عايز تحب المذاكره حط هدف ان انا في حاجه عايز اعملها، فانا لازم اذاكر، لازم اركز في المواد بتاعتي عشان اوصل للمركز ده اللي انا عايز اوصله. يبقى الهدف، يبقى لو ما فيش هدف مش هيبقى فيه تدريبات. يبقى اي بطل بنتكلم عنه بيتمرن ليه؟ برافو عليكم، عشان في هدف. والهدف زي ما قلنا هو حاجة أنا بسعى علشان أعملها أو حاجة أنا عايز أعملها. عارفين مرة في قصة جميلة قوي قلتها لكم في المؤتمر اللي فات لو حد فاكر، كان في ولد اسمه، تحبوا نسميه إيه؟ نديله اسم إيه؟ نسميه يوسف؟ ماشي، يوسف. كان في ولد اسمه يوسف، كان متصاحب على شلة وحشة قوي، صحاب وحشين قوي، كانوا بيسرقوا من محلات ويعملوا حاجات، يشتموا شتايم مش حلوة، كانوا عايشين حياة وحشة قوي وكانوا مش كويسين. يوسف ده جه في مرة راح حضر مدرسة حد زيكم كده وعرف يسوع وحب يسوع قوي، فبقى عنده هدف أنا هعيش علشان أرض يسوع. يعني إيه هعيش عشان أرض يسوع؟ يعني أنا هروح الكنيسة، هروح مدرسة أحد، هلتزم كل يوم، هقرأ رابسودي بتاعة الصبح، هقرأ اعترافات الإيمان، هشارك بالانشود على الجروب، لو في تلمذه هحضر التلمذه، لو في اجتماع على الواتساب هدخل الاجتماع. يوسف عمل كده، قال انا هلتزم، انا بحب يسوع، انا لازم اوري يسوع، لازم اقول له ان انا بحبه ازاي. فبدا يوسف يلتزم. في الوقت ده اتقطع عن الشله بتاعته اللي كانت وحشه، ففي مره كان مسافر وقابلهم فقعد معاهم، فكانوا بيلعبوا لعبه كده ما كانتش حلوه هو كان بيلعبها زمان. فاول ما شافوه يوسف، ايه ده، انت بقالك وقت مش باين، انت فين يا راجل، احنا بندور عليك، وسلم عليهم وسلموا عليه. فقعدوا قالوا له ما تيجي تلعب معنا اللعبه دي، كان بيلعبها زمان، هي اللعبه ما كانتش حلوه يعني، كان بيلعبها زمان. قال لهم للاسف انا نسيت اجيب ايديا معايا. قالوا نعم، نسيت تجيب ايديك؟ قالوا فعلا انا ايديا مش معايا. قالوا ازاي ايديك مش معاك، انت ايديك اهو موجوده. فراح عارفين قال لهم ايه؟ قال لهم بعد ما انا اديت حياتي ليسوع دي ما بقتش ايديا، دي بقت بتاعة يسوع، فما ينفعش استخدمها وخلاص، ما ينفعش ارجع اعمل الحاجات الغلط اللي كنت بعملها، دي مش ايديا انا، دي مش ملكي انا. يوسف حط هدف انه يعيش علشان، هيعيش عشان يسوع. انت من بدايه المدرسه الصيفيه لازم تحط هدف اللي هو انت عارفه وحطه، بس كل شويه لازم ترجع تركز عليه، لان هو ده اللي هيخليك متشجع، وده اللي هيخليك ما تجيش في مره تزهق من مدارس احد او تزهق من المدرسين وتقول انا مش عايز اروح مدرسه احد، بص انا اتضايقت من المدرسين دول، انا مش بحبهم. لا، انت في هدف طول الوقت. صاحبي اللي معايا في المدرسه ده ممكن في النهايه اللي قربت خالص ممكن ما يبقاش معايا، ممكن يبقى في النار. تخيل انت قاعد تفكر في صحابي اللي في المدرسه اللي قاعد جنبي في البنش، يا انا ممكن اكون في السماء هو ممكن يكون في النار. لو قعدت تفكر كده هتلاقي نفسك بتصلي عشان صحابك، انت بتحاول توصل لهم يسوع، بتحاول تعمل اي حاجه علشان تخليهم يتغيروا. وهو ده الهدف اللي احنا عايشين عشانه، احنا عايشين عشان يسوع. بس يعني ايه برضو؟ يعني ايه انا عايش عشان يسوع؟ هي كلمه كده او جمله بنقولها؟ لا، انا عايش عشان اوصل يسوع زي ما هو وصل لي، انا استمتعت وحبيت يسوع وبقيت في طول الوقت مبسوط، فانا عايز اوصل ده لصاحبي اللي معايا في الشارع او معايا في العماره او معايا في الدرس او معايا في المدرسه. عرفتوا الهدف بتاعكم ايه؟ الهدف ده اللي هيخليك طول الوقت انت قاعد مركز عشان عارف ان في هدف انا لازم اوصله.